أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرق كبير بين إنسان قلق في هذه الحياة يخاف من الغد ويخاف من المستقبل، وبين إنسان ترك أمره كله لخالقه الذي خلقه، هو الذي يتولاه، وهو الذي يفرج كربه، وهو الذي يشفي مريضه، وهو الذي يسد دينه، لأن له ربا يتولى الأمر كله. فإذا كان عبد المطلب قال لأبرهة إنني صاحب الإبل أو رب الإبل، أما للبيت فرب يحميه، وأنت أيها العبد، أنت يا أمة الله أينما كنتم في أرض الله، نحن نعبد ربا يجب أن نتوكل عليه حق التوكل. الإنسان المتوكل على الله إنسان يشعر بالأمن والسلامة الداخلية، فينام ولا يتعاطى أدوية القلق. الذين يتعاطون أدوية القلق قد تبخر التوكل من قلوبهم. أي إنسان تجد يتعاطى أدوية قلق، يعني أرق عنده، يتردد على العيادات النفسية، يتعاطى أدوية مهدئة أو أدوية مخدرة أو من هذا القبيل، اعلم أن كم التوكل الذي في قلبه قد ضاع أو قد تبخر. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم يطلق الأسباب ويعتمد من قبل ومن بعد على رب الأسباب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار يقول له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن قضية التوكل على الله حق التوكل هي التي تجعل الإنسان قويا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. يقول أحد العلماء: إنني أرى أن التوكل هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن تحسن ظنك بالله، والله عز وجل ما عودك إلا خيرا. إذا كنت أنت تتوكل على عقلك وعلى علمك وعلى إجازتك العلمية وعلى عزوتك وعلى قبيلتك وعلى الكرسي الذي تجلس عليه، طيب من الذي كان يرزقك وأنت جنين في بطن أمك؟ إنما هو الله. من الذي علمك؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. نزلت أنت وأنا وكلنا عرايا من بطون أمهاتنا، ثم صارت لنا الأموال وصارت لنا البيوت وصارت لنا الزوجات وصارت لنا الأولاد. من أين؟ من رزق الله عز وجل، وليس من عقلك أنت. أنت تخطط وتنظم وتفعل ما فعلته هاجر أم إسماعيل عليه السلام، ما بين الصفا والمروة، ثم المروة إلى الصفا، المروة تبحث تحت قضية السراب، إلى أن استنفذت الأسباب كلها. فرب العباد أمر جبريل أن يهمز الأرض بجناحه فنبعت بئر زمزم. فالمتوكل على الله حق التوكل يأخذ هذه الأمثلة: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الآية. إذن قضية التوكل على الله أن أطرق الأسباب ثم أدع الأمر بعد ذلك لله.